كل مساحات سعد وهبه الحقيقه فيها نوع من الصراع، صراع الشعب مع السلطه، صراع ضد المستعمر، صراع ضد القوى الطاغيه سواء كانت ممثله في الاقطاع او في الاستبداد. هو مسرح اجتماعي بالدرجة الأولى، ولكنه مسرح سياسي له دلالات سياسية قوية. انت بتاكل وبتنكر زي القطط. باكل وانكر، انا بقتل وانكر، وانت كمان يا درويش افندي. اسمع، انت لو جبت السرادة تاني مرة والله لم حكمك. يا ريت يا ريت حد يحاكمني علشان اقدر اقر بالحقيقة. سعد كان محارب ومكافح، وكل مسرحية كانت بتاخد منه غير الجهد بتاع الكتابة والخوف من النجاح أو الفشل أو المعركة بتاعت الرقابة. سعد وهبة هو أحد كتاب الستينيات، هو مع كتيبة من رجال المسرح استطاعوا يحققوا نهضة الستينيات التي ما زلنا نتباكى عليها حتى الآن، وأصبحت قضيته الأخيرة هي مواجهة السلطة، خاصة بعد عصر عبد الناصر. هو كان من حزل عبد الناصر إلى 67 ككل المثقفين. 67 كانت صدمة للجميع، فكتب كوابيس في الكواليس، ثم كتب المسرحيات التي منعت من التداول أو منعت رقابيا، وخاصة المسرحيات الثلاثة التي منعت رسميا من العرض والتداول وبأمر الرقابة، سبع سوائي، وكان متأثر جدا أعتقد بثورة الموتى لأرون شو. وهذه المسرحية التي كتبها عقب هزيمة 67 ولم تقدم على خشبة المسرح لأن الرقابة رفضتها، لأنها بتتكلم عن مجموعة من الشهداء رفضوا أن يدفنوا في سيناء وأتوا إلى العاصمة، وكان سبب الخلاف أنكم لستوا شهداء بشكل حقيقي لأنكم لم تحاربوا ولكنكم هربتوا من الحرب أو لم تستطيعوا أن تدخلوا في حرب حقيقية. العرض الآخر الذي منع استابل عنتر، واستابل عنتر بتدور أحداثه في أقرب لمستشفى المجانين، وكانت شخصيات مثل هتلر ومثل إخناتون ومجموعة من الشخصيات التاريخية التي تعاني كل منها له قضية، فكان أيضا هناك جرأة في الحوار وجرأة في رسم الشخصيات. يعني كنت بقول يعني إن سعادتك يعني تاخد نشان. وانت مالك انت؟ لا بلاش يا بيه، بلاش نشان، بلاش خالص، تاخد وشاح. انا لا عايز نشان ولا وشاح يا سيزفت انت. انا كفاية عليا باخد البلد بس لا اكثر ولا اقل. يا سلام، ده انت مغرق البلد بخدماتك.